بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هنتكلم إن شاء الله عن إزاي نعمل جيوريفرنسنج أو إسناد جغرافي لأي خريطة أو أي لوحة أو أي صورة. في الحالة بتاعتنا هنا خريطة طبوغرافية، إزاي نعمل لها إسناد جغرافي أو جيوريفرنسنج بحيث إن إحنا لما نحطها تحت صورة قمر صناعي تنزل بشكل مظبوط. أوكي، الصورة اللي معانا أو الخرائط الطبوغرافية اللي معانا هم خريطتين موجودين في محافظة البحر الأحمر جمهورية مصر العربية، منطقة سفاجة تحديدا، وعايزين نعمل لهم جيوريفرنسنج أو إن إحنا ننزلهم في مكانهم المظبوط. طبعا الصورة بتاعتنا هنا موجود عليها الجرادز اللي بتقول الكوردينتس المظبوطة بتاعة الخريطة الطبوغرافية اللي إحنا عايزين نحطها فيها. وعشان نعمل عملية الجيو ريفرنسنج محتاجين على الأقل 3 نقاط نعمل لهم تحديد بدقة لمكانهم الأصلي اللي احنا هيتم إرسالهم ليه عشان الصورة تطلع مظبوطة. وإن كان في الحالة دي احنا هنعتمد على الأربعة كنترول بوينتس اللي في الأطراف بتوع اللوحة كزيادة للأكيوريسي. وطبعا في حالة الخرائط الكبيرة أو اللوحات الكبيرة ساعات بنحط مجموعة من النقاط في النص عشان تزود دقة الجيو ريفرنسنج اللي بيحصل. هنبدأ إن احنا نعمل عملية الجيو ريفرنسنج أو الإسناد الجغرافي باستخدام برنامج الأرك ماب الأول، وبعد كده ببرنامج الجلوبر مابر. نبدأ إن احنا نضيف الصور بتاعتنا، أعمل لها دراج أند دروب كده. أوكي، هو هنا بيقول لي إن هما ملهمش سبيشال ريفرنس، فعلا هما مش مسقطين. تمام، أنا هقفل الصورة دي دلوقتي. أنا عايز أشتغل على الصورة بتاعت جبل أم عنب. هبدأ أضيف القايمة بتاعت التول بار بتاعت الجيو ريفرنسنج من التول بارز، وأختار القايمة الخاصة بكده، وأختار إن أنا عايز أعمل العملية دي لجبل أم عنب، وهبدأ إن أنا أدوس زوم تو لاير الأول بس عشان ألوان الصورة تكون بالشكل الواضح ليها. هشيل الجاما أو تأثير الجاما، الجاما كونفليكت ده حاجة ليا بس كفيجواليزيشن. وبعدين هاجي أدوس هنا كده Add Control Point، هي إيه النقطة اللي أنت عايز توديها للإحداثيات الجديدة بتاعتها، وأقول له النقطة اللي في طرف اللوحة اللي هي دي عايز أوديها من الإحداثيات الحالية ليها إلى، وأدوس كليك يمين من الإحداثيات دي للإحداثيات المظبوطة بتاعتها اللي هي 33.75 في حالة الـ E أو الـ X، وفي الحالة دي قيمة الـ Y كانت 27. أوكي، طبعا هو هنا شايل اللوحة من قدامي عشان أنا مفعل حاجة اسمها الـ Auto Adjust، ممكن أقفلها عشان مش كل نقطة هحطها أو أديها في مكانها المظبوط يرجع يشيل اللوحة من قدامي فيلخبطني. هرجع اختار تاني نقطة زي ما اتفقنا. اوكي، كليك يمين، دي 33.5 دي 27 هي هي. النقطة رقم 3 الاي عندنا 33.5 زي اللي فاتت، لكن الواي 26.75. نخلي بالنا هي 45 over 60 عشان احول من minute لفراكشن تبقى بتساوي 0.75. اوكي، كده فاضل لي نقطة واحدة. هي النقطة دي تمام. ممكن عشان اشيك على نفسي ان انا عملت الجيو ريفرنسنج او وديت النقاط بشكل مظبوط ادوس على القايمه دي كده اللي هتفتح لي اللينك تيبل، وهو بيقول لي ان النقط اللي بالاحداثيات دي بقت بالاحداثيات الفلانيه. اتاكد هنا ان ده كله في رينج ال 33 وده في رينج 26 و27. اه انا ما غلطتش في اي حاجه، فرضا لو انا غلطت في اي حاجه ممكن ارجع ايه اعدل الكلام ده تاني. ممكن حتى ادوس هنا اوتو ادجاست عشان يعد الصوره لمكانها المظبوط واقفله تاني واجي اعمل زوم تو لاير. طبعا انا هنا معرف من اللايرز بتاعتي الاسناد الجغرافي او الكوردينيت سيستم بتاعه اللوحه بتاعتي اللي هي دبليو جي اس 84، اللي هو بالمناسبه نفس الاسقاط اللي معمول بيه اللوحه بتاعتنا دي. يعني لو جينا عملنا زوم على اللوحه دي هنلاقي من ضمن المعلومات المكتوبه هنا ان هو بيقول انها مستخدمه مسقط ماركيتور المستعرض اللي هو ايه الدبليو جي اس 84. تمام،
هتأكد من الموضوع ده، أجي أفتح صورة القمر الصناعي، وممكن أقلل الترانسبيرنسي بتاعة اللوحة بتاعتي عشان أتأكد إنها نازلة في مكانها المظبوط. طبعا واضح هنا بشكل كبير إن اللوحة بتاعتي نزلت في المكان المظبوط بتاعها، واضح إنها فعلا دي تبة عالية أهي، ودي كمان تبة عالية، والمية موجودة في المناطق المنخفضة according to اللوحة. يبقى أنا بشكل كبير كده نجحت في عملية الإيه، الإسناد الجغرافي بتاعتي. رجع دي تاني صفر، وأقفل صورة القمر الصناعي اللي بتعمل لاج. حتى الآن الموضوع ده كده على الطاير، يعني لو أنا جيت شلت اللوحة بتاعتي دي هترجع تدخل تاني، الإسقاط بتاعها مش مظبوط. عشان أثبت الإحداثيات بتاعة الصورة دي بالشكل المظبوط، ممكن أجي أدوس هنا وأدوس ريكتيفاي، إن أنا عايز أسيف الكرنت راب أو الكرنت ماب اللي أنا عملت لها أدجستمنت للوضع الجديد، واختار الفايل اللي انا عايز اسيف فيه، اوكي، واسمي الاسم اللي انا عايزه، واختار الاكستنشن اللي هو عادة بيكون TIFF. تمام. او ممكن ببساطة، عشان لو فرضنا هنا ان انا جيت ايه عملت سيف للخريطة، وليكن هسميها مثلا ماب 1، هلاقي انها خدت نفس الاسناد الجغرافي او نفس الاسقاط بتاع اللي انا معرفه للفيو فريم بتاعي اللي هو WGS 84. ممكن اجي اعمل اد للوحه اللي هي ماب 1 دي دلوقتي كده، اد، تمام، نزلت في مكانها المظبوط. ولو جيت دوست عليها هنا كده هلاقيها من ضمن السورسز انها الديتم بتاعها WGS 84، يبقى هي كده اتعرفت بالشكل المظبوط بتاعي. في حين ان انا لو جيت بصيت على اللوحه الاصليه هلاقي انها خدت الاسقاط WGS 84، بس ده على الطاير. لو انا جيت شلت اللوحة وحطيتها تاني مش هتبقى محطوطة بشكل مظبوط. لو انا عايز اخليها تضاف بشكل مظبوط، ممكن ادوس update geo referencing، هلاقيه هنا هو زود مجموعة من الملفات جوه الفولدر بتاعي بنفس الاسم اللي هو جبل ام عنب، بس اللي هما ال XML وال JGWX، دول الخاصين بيه ان هما كده عرفوا الجيو ريفرنسنج بتاع اللوحة بتاعتي. فانا لو هنا كده جيت شلت الصورة بتاعتي وعملت لها اد تاني، هي الجي بي جي، هلاقيها نزلت في المكان المظبوط بتاعها على خلفية القمر الصناعي. ولو جيت بصيت على الديتم بتاعها على اي دبليو جي اس 84. تمام. لو انا دلوقتي عايز اعمل لها بقى اكسبورت او اصدرها بحيث انها تبقى باحداثيات تانية، ممكن ادوس او ممكن ادي امر بروجكت راستر، ده الانبوت راستر بتاعي، اوكي، الاوتبوت بتاعي هيكون هنا، نسميها مثلا ام انا يو تي ام 36. بيقول لي ان هنا الحروف عدد الحروف كتير، أعيد تسمية الملف بس عشان أتأكد إن هو مظبوط. تمام. الـ Output Coordinate System في الحالة بتاعتي هنا أنا عايزه UTM WGS 4 UTM Zone 36، فهاجي هنا في الـ Projected Coordinate System في الـ UTM WGS 84 في الـ Northern Hemisphere 36، أوكي. كده كله مظبوط. طبعا هنا هو مرضاش يعمل سيف عشان بس الباث كبير عليه. انا ممكن بس اغير الباث اخليه وليكن على الديسكتوب، بقول له UTM 36، اوكي. كده واضح ان هو ريدي يضيف الخريطة، لمجرد بس ان الباث بتاعها اصغر ومظبوطة بالإسقاط بتاعها الجديد اللي هو UTM Zone 36 في الـ Northern Hemisphere.
بنفس الطريقة ممكن أعمل جيو ريفرنسنج للوحة التانية، وبعد كده ممكن أعمل كليب للخرائط دي بحيث إن أنا أشيل الأطراف وتتكون عندي الصورة الطبوغرافية كاملة على بعضها، الجزئين جنب بعض. أو ممكن أعمل التاسك دي برضو ببرنامج الجلوبال مابر، واللي هو الحقيقة بيعملها بشكل أسرع شوية، ويمكن فيه أوبشنز أفضل من ناحية الكليبنج، إن هو مور سمارت إن هو من نفسه يديتكت البوردرز اللي هو يكليب على أساسها. فخلينا نفتح البرنامج كده ونشوف ممكن يعمل نفس التاسك إزاي. أنا هنا فتحت البرنامج، والحقيقة هبدأ أضيف الصور بتاعتي. والجلوبال مابر بس فيه حاجة بسيطة، إن هو ما بيرضاش ياخد أي صور أو خرائط مكتوبة باللغة العربية، عشان كده أنا هضيف ال يعني سميتهم بالاسم بالإنجلش يعني عشان أقدر إن أنا أضيفهم بسهولة. لما أجي أضيف الخرائط هو بيقول لي إن هما مش معمول لهم ريكتيفيكيشن، أعمل لهم ريكتيفاي ولا لأ؟ فأقول له أوكي عايزين نعمل ريكتيفاي. نفس الكلام هاجي عند جبل أم عنب وأقول له إن ده أول كنترول بوينت عندي، والكنترول بوينت دي الإكس بتاعتها 33.5 27. اوكي اد او الكنترول بوينت. دي تاني كنترول بوينت عندي 33.75، هنا 27 برضو. بختار البوكس اللي بيعمل زوم على اساسه وقال دي 33.75، وهنا دي 26.75. دي كده تالت نقطة عندي. أنا هنا بدوس ليفت كليك وبختار البوكس اللي هو يعمل زوم عليه. لو أنا اخترت نقطة في مكان غلط مش مشكلة، ممكن اختار المكان الصح تاني وادوس. اوريدي هو عدل المكان دي 26.75 وارجع تاني هنا لي 33.5. اوكي كده الأربع نقاط عندي اتاكد ان هما مظبوطين تمام ما فيهمش مشاكل، الاربعه مظبوطين. لو انا عايز اعدل حاجه ممكن ادوس عليها واعدل براحتي الكتابه اللي انا عايزها. طيب هو هنا بيقول لي ان هو الحاجات دي هيفهمها انها على طول الاسقاط بتاعها WGS 84 جيوغرافيك. هقول له اه تمام هي فعلا على هذا النظام. اوكي الصوره التانية اللي هي راس ابو سومه سريعا برضو ممكن نعملها. اوكي النقطه دي 33.75 دي 27. اوكي نفس الاكسرسايز من ايده تاني دي 26.75 دي 34. تمام اخر نقطة عندنا دي 33.75. اوكي دول برضو الاربع نقاط عندي ومفيش اي حاجة مش صح. لو انا غلطت في اي حاجه فرضا ممكن ادوس دبل كليك على الصوره دي واقول لا انا غلطت فيها فاكتبها بالشكل المظبوط بتاعها. اوكي تمام كده هو اضاف لي الصورتين بتوعي. ممكن برضه عشان اتاكد ان انا عملت الجيو ريفرنسنج بشكل مظبوط اجي في الاد اونلاين داتا واجي في الورلد ايمجري واقول له كونكت، ضيف لي صوره قمر صناعي عشان اتاكد ان انا عندي نزلت الصور في المكان المظبوط. اخليها بس هي اكتر حاجة فوق عشان اتأكد. واضح هنا طبعا انها نزلت في المكان المظبوط بتاعها نفس المنطقة هنا. والحقيقة احد الاوبشنز اللطيفة والسريعة جدا في عملية الكليبنج اللي هي سمارت الحقيقة في الجلوبال مابر، ان انا ممكن اختار الصورتين ادوس كده كنترول واختار الصورتين وادوس كليك يمين اوبشنز واجي في الكروبنج واقول له اوتوماتيكلي كروب كولر، افهم ان دي حاجه خريطه طبوغرافيه او كده وابدا افهم انها ليها بوردرز، وانت بشكل سمارت ديتكت الاطراف دي وابدا ان انت الضم لي الصورتين مع بعض. فكده هو عمل التاسك دي بشكل ناجح جدا. ممكن لو انا جيت قفلت صوره فتحت التانية واضح ان الحدود بتاعتهم ماشيه مع بعض بشكل شبه مثالي. اقدر بعد كده، ويمكن لو احنا في المره اللي فاتت بالارك ماب كنا عملنا اكسبورت في صيغة جيوتيف،
هنلاقي ان الصوره مساحتها كبيره قوي، زادت بقت حوالي مثلا 700 800 ميجا. لو احنا كنا عملنا ابديت جيو ريفرنسنج للصوره الجي بي جي هتفضل على نفس المساحه بتاعتها 14 او 15 ميجا. لكن الحقيقه من ضمن الحاجات اللطيفه هنا ان انا ممكن ابقى فاتح الصورتين دول كده وادوس اكسبورت راستر ايمج واختار حاجه اسمها اي سي دبليو او انهانسد كومبريشن ويفلت فايل. ده فايل النتيجه بتاعته او الاكستنشن بتاعه بيسهل الايمج سايز، بيخلي الصوره بتاعتها حجمها اقل بكتير تماما. هنا مش هلعب في اي حاجه، عايز اقول له اكسبورت الصوره بالكامل، ودي كده مجموعه الفايلات اللي هو ممكن يظهرها. ممكن اقول له برضو حط مع الفايل اللي انا هخرجه البروجكشن فايل. انا هنا الحقيقه مش محتاج برضو اي حاجه خالص، ممكن ادوس اوكي وهاجي هنا وادوس ميرجد توبو مثلا. اوكي تمام، هو كده المفترض ان هو صدرهم. ممكن ارجع اشيل الصورتين دول وارجع اضيفهم تاني. لو رحت للفايل بتاعي هلاقي ان هو عمل لهم ميرج في وان فايل وكلين فايل، معهوش اي فايل ثانيه اكستنشن او كده، والمساحه بتاعته اصغر. يعني ده 29.5 تقريبا، اقل من المساحه بتاعه التو فايلز مجتمعين، او لو انا كنت عملتها بالارك ماب. لو جيت حطيت الصوره بتاعتي هلاقيها نزلت بشكل مظبوط، وهلاقي ان هي الكوردينتس بتاعتها لو جينا هنا بصينا في التولز كونفيجر وفي البروجكشن هلاقيها انها نازله مظبوط دبليو جي اس 84. لو انا عايز اعدل البروجكشن بتاعها ممكن اجي هنا كده يو تي ام، وهو فهم من نفسه سريعا ان هي في المنطقه وفي الزون 36. بس اوكي، وبعدين ارجع اعمل اكسبورت تاني. اوكي ميرج التوبو، والمرة دي زون 36. سيف اوكي، كده هو عمل اكسبورت. هشيل الصورة، ممكن ارجع ادوس او افتح الصورة بتاعتي المسقطة واتأكد هنا من الاسقاط بتاعها لانها مظبوطة زون 36. شكرا، سلام عليكم.